وسط تختلف عن بقية المحافظات، فهي محافظة واسعة جدا ومترامية الأطراف، وهي عقدة الاتصالات بين محافظات العراق. محافظة وسط يمتهن سكانها غالبية من عنده، أو 55% مهنة الزراعة، ولذلك هناك اهتمام كبير متواصل في موضوع الزراعة، بدليل هي في محافظة وسط حوالي 20% من الأراضي الزراعية. محافظة وسط في على أبوابها أن تكون عاصمة العراق الزراعية، كونها على إنتاج. موضوع البنية التحتية اللي تفضلت عنه، إذا واحد يرجع إلى وزارة التخطيط يجد أنه في محافظة وسط أكثر من 2000 مشروع بنية تحتية قائمة. اثنين، نسبة الإنجاز متعدية 135%. نسبة البنى التحتية فيما يتعلق بالقطاع المجاري وصل إلى 85%، وهذه واحدة من أعلى المحافظات اللي واصل بها نسبة إنجاز شبكات المجاري. زين استاذ علي لعب، شنو هذه الفيديوهات اللي شفناها؟ شفنا حضرتك فيديوهات لسيول جارفة، وأيضا مأذية الناس، غرقانة بعض السيارات، وهي أيضا أضرار مادية للمواطن. هذه شنو الفيديوهات اللي شفناها؟ إذا مثل ما تقول حضرتك بأن هنالك إنجاز أو إعمار بنسبة 85% لموضوع المجاري. على الإخوان في دوائر المياه والمجاري، ولكن أنا أقول لك حقيقة نتيجة مشاركاتي والاجتماعات معهم، أنا في المحافظة مهندس قديم وأعرف هذا الموضوع. فنسب الإنجاز كبيرة جدا ولم يحصل. أنا حقيقة أول مرة مع الأنصار، كنا مع السيد المحافظ في جولة في معظم الأنصار، ولم يوجد شيء من هذا النوع على الإطلاق.